السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصة استثنائية من حصص بكل حرية، سوف نخصص هذه السهرة لكأس العالم بقطر، نهائي تاريخي وتنظيم تاريخي. ينضم إلينا من الجزائر الأستاذ وسيم بعورة، من مدير جريدة أصداء الملاعب. أهلا وسهلا بك أستاذ وسيم. أهلا وسهلا بكم كل متابعين الكرام. أستاذ وسيم، ما هو تقييمك للتنظيم القطري لهذه النسخة؟ والله لو تكلمنا عن التنظيم القطري، يعني نعتقد انه قطر وفقت الى حد بعيد في تنظيم هذه النسخه من كاس العالم. ازالت كل التخوفات. لو نحاولوا نقيموا كاس العالم، نظن الارقام هي التي تتحدث. لو نتحدث عن الحضور الجماهيري، نسخه قطر هي ثالث نسخه من حيث الحضور الجماهيري بعد نسختي البرازيل والولايات المتحده سنه 94. لو نتحدث عن المباريات او عدد الاهداف، اعتقد انه مونديال قطر سجل اكبر عدد من الاهداف، وصل ل 172 هدف، وهو بالتالي الافضل في التاريخ. يعني تقريبا كل المؤشرات توحي انه مونديال قطر حاليا من بين واحد من افضل كؤوس العالم التي نظمت الى حد الان. تنظيم هذه التظاهرة العالمية استاذ وسيم يتطلب علاقات إعلامية رهيبة. كيفاش تعاملت قطر خاصة مع الفرق الإعلامية التي حضرت هذه النسخة؟ والله أنا يعني حتى أكون صريح معك، يعني لم أكن موجود متواجد في قطر، لكن حسب الزملاء اللي كانوا متواجدين في قطر، التنظيم كان يعني في مثل النسخ الماضية أو ربما أفضل. يعني شفنا تقريبا كل التفاصيل التي كان يجب أن يشاهدها المتفرج كانت حاضرة. أما فيما يخص يعني الأمور التنظيمية الداخلية، شخصيا لم أكن متواجد هناك، وبالتالي لا يمكن إعطاء حكم عليها. أستاذ وسيم، في الجريدة تاعكم أصداء الملاعب، هل تحدثتم عن نتائج المباريات وخاصة فوز المنتخب المغربي على المنتخبات الأوروبية والأمريكية مثل كندا وبلجيكا؟ أستاذ وسيم، هل في جريدة أصداء الملاعب كنت تمد تلقائيا كل النتائج التي تخص مباريات كأس العالم وخاصة أستاذ وسيم ماك معنا؟ أوكي، ينضم إلينا من الجزائر الإعلامي الرياضي المعروف أستاذ مصطفى معزوزي. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى. أولا أهلا بك الأخ غاني، وأنا جد سعيد نشارك في الحصة تاعك. تحية رياضية أزفها إلى جميع المتفرجين خاصة الرياضيين منهم. التعليق تاعي حول كأس العالم هذه، يعني والله العظيم كما يقولوا أرفع القبعة للبلد الشقيق قطر، الذي رفع التحدي في تنظيم أكبر تظاهرة عالمية وهي كأس العالم. يعني رغم الشكوك التي حامت قبل بداية المونديال، ورغم يعني الضربات الموجعة التي أراد منها بعض الذين يعطون دروس في 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 مجال حقوق الإنسان، إلا أن قطر لم تسمع لتلك الأصوات الناعقة، بل يعني كانت تعمل من أجل هدف سامي، وهو رفع التحدي وتنظيم كأس عالم يعني تدخل التاريخ. ومن جانب التنظيم الأغاني، أنا نقدر نقول لك باللي هذا نسخة قطر، يعني نسخة مميزة، تنظيم أكثر من رائع. يعني كل وسائل التقنية والبشرية وضعتها قطر من أنجاح هذه التظاهرة الرياضية، وهذا بشهادة المشاركين. نقدر نقول لك باللي من جانب الأمني، من جانب المنافسة، من جانب الإيواء، من جانب يعني العلاقات الطيبة بين المناصرين، يعني شفنا مونديال يعني ولا أروع. مصطفى، المقابلة النهائية كانت حماسية بامتياز. الكثير من المتتبعين والمحللين أقروا بأنها مقابلة تاريخية لم يشهد لنا نظير في النسخ الماضية في كأس العالم.
مع من كان مصطفى البارح مع الأرجنتين ولا مع فرنسا، وكيفاش عشت هذه المقابلة؟ أنا شوف عشت المقابلة كمعجب للفريقين ليس للبلدين، باش نفرقوا الناس في هذا المونديال، يعني الأغاني والله غير دخلوا في متاهات، يعني هناك المقابلة القادمة يتكلموا سياسة. أنا كجزائري كنت مثلا كنت ناصر الفريق المغربي، لأن الفريق المغربي عنده فريق ممتاز، ويعني كان عندي إحساس أنه المغرب أو الجزائر يعني ما فيش فرق. نولي المقابلة بين فرنسا والأرجنتين، أنا أشكر رأي الملاحظين والمتتبعين والإخصائيين الذين قالوا أن هذه المقابلة أحسن مقابلة في 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 تاريخ كأس العالم منذ نشأتها من طرف جول ريمي. يعني أنا لا مصطفى، أنا لا أشاطرك الرأي، لأن 80 دقيقة الأولى كانت في اتجاه واحد، وكانوا الأرجنتين يلعبوا وحدهم، وفرنسا ما كانوش يلعبوا في نهائي كأس العالم كما صرح بذلك ناخبهم ديدي ديشان. نعم، لكن شوف شفنا مقابلة يعني تاع سيسبانس، يعني ما كانش فريق أقوى من الآخر، حتى كي كنا نظن أن فريق الأرجنتيني قتل المقابلة بتسجيله الهدف الثاني، ورغم خروج لاعبين ممتازين من فريق فرنسا ألا وهما جيرو وغريزمان، إلا أن دخول لاعبين خاصة فوفانا أعطى روح قوية للهجوم، ويعني استطاع الساحر مبابي أن يعدل النتيجة على مرتين، وثم في الوقت الإضافي على ثلاث مرات. يعني شفنا مقابلة يعني الأول مرة يعني تلعب في بلد شقيق اسمه قطر، يعني دخل تاريخ هذه المقابلة، يعني على 50 سنة نتكلم على هذه المقابلة. الكثير من الناس المشجعين لكرة القدم مصطفى كل ذهب بتأويلاته، كيفاش مصطفى أول قضية هذاك البرنوس القطري اللي أعطاه الأمير الميسي، هل هي رسالة مشفرة يقولهم باللي رانا نجحنا رغم كل الانتقادات الأوروبية والغربية وقضية حقوق الإنسان وقضية المثليين؟ اسكو سيت ميساج كودي بعثوا أمير قطر للعالم أن لبسوا له فقط باش يقولوا هذا تراثنا، وانت ربحت في قطر وخلصت المسار تاعك الرياضي وانت في اعلى مرتبه. شوف قطر استعملت مثال فرنسي، مثال لاتيني يقول فات كوم شيفو مي نوبلي با كو فوزيت شينو، مرحبا بكم في قطر لكن لا تنسوا انكم ضيوف عندنا، يعني عندنا 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 تقاليد نتاعنا، عندنا ديانة نتاعنا، احترمونا وانتم اهل العين والراس، والحمد لله يعني نجحت. شوف لاول مره في المونديالات الاخ غاني نتكلموا على الجانب، مثلا الجانب اللعو لو كوتي فيستيف ما شفناش يعني تجاوزات كيف، علاش كانت صارت في المونديالات السابقه؟ لأن المناصرين يعني يشربوا بكمية كبيرة الخمور وبعد يصاروا مناوشات، لكن في القطر ما صارش مناوشات، بالعكس صارت محبة، صارت أخوة بين المناصرين من مختلف الديانات من مختلف الأجناس، وهذه تحسب لقطر. أما تكلم لي عن البرنوس القطري، اسمع سي غاني، انت جيت لتيزي وزو عطاولك برنوس، مثلا البرنوس القبائلي يمثل منطقة القبائل، كي يجي ضيف عندنا نعطيولو برنوس، انت كي تروح مثلا تروح للقطار يعطيولك اللباس التقليدي تاعهم ولا عليك هذاك البرنوس، ما في حتى تأويل. انا نقدر نقول لك باللي قطر نجحت لأنها لم تستحمل السياسة. كيفاش كانت ردة فعل تاعك في أول وهلة عندما سمعت التلفزيون الرسمي الجزائري يتجاهل نطق اسم
المغرب عندما فازت على كندا وعلى إسبانيا؟ شوف الأخراني، أنا نكون معك صريح إلى أبعد حد، هذه من ممارسات بعض الصحفيين ومسؤولين بعض الجرائد والقنوات الخاصة. أنا نأكد لك بالليك هما اللي يحبوا يرضيوا السلطة. يعني شوف هما تلقاوا، أنا عندي 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 معلومات من بعض الصحفيين، قلت لهم قلتهم على هذا الشيء، قلت لهم رغم أن عندنا مشكل مع الفريق المغربي، لكن حنا كصحفيين نعطيو المعلومة، حنا الأخ عبد الغني تعلمنا نتكلموا على الفريق الفائز، ما نتكلموش على الفريق المنهزم. يعني شوف وصل، يعني وصم الطعام، وهذه ما تشرفش الجزائر من جانب الرياضي، نتكلموا الرياضة. صارت نفس الشيء الأخ غالي، تتذكر في أثناء الجائحة التلفزيون العمومي كان يبث مقابلات للفريق الوطني في التسعينات، بث واحد المقابلة الأخ غالي الجزائر كوت ديفوار كأس إفريقيا 1990 اللي احتضنتها الجزائر. هذيك المقابلة كان يعلق عليها أنا ذاك الزميل حفيظ براجي. في ذلك الوقت حفيظ براجي كان مغضوب منه، واش داروا؟ داروا تيتو كليمونت الصون، داروا تعليق من طرف الزميل تاع القسم الرياضي في التلفزيون بلال بيماري. يعني بعد سنوات عبري يعودوا يديروا لها الكارثه. يعني هذه يعني والله فلا بلانيت ما تصراش. يعني واش من عيب نقول باللي الفريق المغربي تأهل على حساب الفريق الاسباني، ولا واش من عيب كي تقول الفريق المغربي تأهل على الفريق البرتغالي؟ وراه المشكل هنايا. أنا أتكلم الرياضة، لكن يا للأسف ما حبيناش نتعلموا من الأخطاء نتاعنا. جوستومون كي هضرت على حفيظ الدراجي خويا مصطفى، حفيظ الدراجي اليوم في تغريدة أثارت الرأي العام في الجزائر، قال باللي لا بروشان كوب دافريكا ايتي اتريبيو للمغرب، والنتائج من المفروض تخرج في فيفري الجاي، لكن كما استعمل مفردة كان يستعملها كثيرا عندما يتعلق الأمر بالعصابة في الجزائر، قال الجماعة في لا كاف اون ديسيدي داتريبيو لورغانيزاسيون لا كوب دافريك للمغرب. هل هذا سابق لأوانه أم أن حفيظ الدراجي عنده معلومات؟ سيرمون عنده معلومات، لكن يقول باللي لاكاف اللي عندها ديزاكوانتونس وعندها قرب من الجامعة المغربية وعطاهم هذا التكريم لتنظيم فعاليات كأس إفريقيا. أظن أن خرجت زميل حفيظ الدراجي ليس في محلها، لأنها شوف كي دير يعني اون اناليز بوليتيك تفهم باللي خرجه تاعو يعني اني با ايموشونت. عند بابك بركتايا البارحه لاكوب ديال لابيلا لاكوب دي موند، اليوم تقول لي باللي الكاس قررت تعطي كاس تنظيم كاس افريقيا 2025 للمغرب. انا نكذب لك هذه المعلومه لاخراني. أنا معارض للسلطة، لكن أحب بلدي الجزائر. أنا سوف أعمل المستحيل لأجل الجزائر وتنظم إن شاء الله هذه الكأس. لأنه شوف تناقضات. أنت على بالك بالليك مازال ما فصلوش، وتروح تقول بالليك فصلوا وتتكلم باسم موسيبي. يعني سي با ايموشون. انا والله غير بعد بنفس الحال، لانه هذه اسمها الجزائر، ما لازمش نقزموا الجزائر. سي فري البلاد ما كاش الحريات، ما كاش الديمقراطيه، مازال لازم نناضلوا، لكن ما نقزموهاش. لا الاخ عبد الغني، في 1967 نظمنا الفيستيفال كاناراب، في 75 نظمنا الألعاب البحر الأبيض المتوسط، في 78 نظمنا الألعاب الإفريقية.
1990 نظمنا كأس إفريقيا للأمم وديناها. اليوم كاين ملاعب، كاين سوء تسيير، لكن عندنا ملاعب جديدة. يعني نقدروا نفتخروا بالجزائر، ليس بالسلطة الجزائرية، نفتخروا ببلد اسمه الجزائر. مصطفى، لكن عندما نشوف القطر وتنظيمها لهذه النسخة التاريخية كما تفضلت، مستوى تاع العشب، مستوى تاع الملاعب، المستوى تاع العلاقات مع الإعلام، المستوى تاع النقل، المستوى تاع 3000 متر مربع مكان أعطيه فقط للإعلاميين، هل الجزائر قادرة باش تدير هذا التنظيم ولو عن 50% ولا 60% من هذا المستوى، أم أننا مازلنا بعاد كثيرا رغم أننا سوف ندشن 5 ولا 6 ملاعب؟ شوف الأغاني، أنا تابعت كؤوس إفريقيا، غطيت كؤوس إفريقيا. أسمع، أنا راني نتكلم على إفريقيا، ما رانيش نتكلم على الجانب كأس العالم. من المستحيلات الشبه أن الجزائر تنظم كأس العالم، هذه يعني مفروغ منها. لكن في إفريقيا الأخ عبد الغني، كاين بلدان ما عندهمش حتى طرقات. يعني نعطيك مثال تاع الغابون ولا تاع الكاميرون في دوالا ولا يعني غينيا الاستوائية، يعني تنظيم كارثي، يعني ما كان حتى حاجة، يعني باش ما تباهوش. يعني إفريقيا الكاف تطلب من البلدان المترشحة بعض شروط تعجيزية، لكن كي نوليو الوشره في إفريقيا نقدروا ننظموا كأس إفريقيا بكل سهولة. لكن نعود نولي لسوء التنظيم. أنا كي نشوف مقابلات على الفريق الوطني في ملعب ميلود هيتفي، أين النشيد الوطني النيجيري يصفى، وأن الفريق النيجيري يسجل هدف واللاعب يعني يضربوا بقارورات الماء، هادو يعني ما يعملوش لصالح ترشيح الجزائر لاحتضان كان 2025. إذا رجعنا إلى كأس العالم في قطر مصطفى، المغرب كان مفاجأة سارة للعديد من المتتبعين وللعديد من الشعوب العربية والأمازيغية والإفريقية، هل كنت تنتظر هذا المستوى من المنتخب المغربي مصطفى؟ صراحة ما كنتش ننتظر أنه يوصلوا إلى دور متقدم، لكن نولي لك لتصريح وليد الركراكي، قال لك لازم نمنو بالكفاءة أو لا كومبيتونس. قال لك حنا عقدتونا. أنا نهار كنت في المغرب كنت تقولوا وليد الركراكي ليكسبيريونس ما عندوش يعني المستوى اللازم، وهنايا يعني نرفع القبعة لرئيس الجامعة الملكية المغربية القدم فوزي القجح، لأقال علي روزيتش خدمة لمصلحة الفريق أو البلد نتاعو. قولي لماذا؟ لأنه علي روزيتش ألا تظن مصطفى بلي علي روزيتش عنده باع من الفضل كذلك على هذا المنتخب؟ بلي بعض اللاعبين ما يستحقوش يلعبوا في الفريق المغربي، وهنا القجع تاخذ اجراءات يعني تحمل مسؤوليته. قال هذا المدرب وعاود جاب وليد الركراكي وجاب لاعبين الذين هم يشوفوا في وقت علي روزيتش، من بينهم زياش، وشفنا يعني شفنا الفرجه، شفنا المتعه. وهنا يعني نهني الفريق المغربي بكل روح رياضية، وخاصة يعني شرفوا كرة القدم الإفريقية، لأن الأخ عبد الغني لازم تكلموا الفيفا تأمن بالجغرافية، ما تأمنش بالعرق. جيوغرافيكمون الماروك ريبريزونتي لافريك، يعني المغرب بس في قارة إفريقيا أولا، العرب ثانيا، الأمازيغ، والمغرب العربي، وكان ما نمش بالمغرب العربي، نعمل بمغرب الشعوب وشمال افريقيا. كي تكلموا كرة قدم يعني نبنيهم لانه قدموا مستويات عالية. يصعب الان على ممثل افريقي اخر
أن يعمل ما صنعته المغرب. مصطفى، كنت في الجزائر طيلة كأس العالم وتجس نبض الشارع الجزائري، هل حسيت باللي لونسومبل دي زالجيريان سون ديريير لو ماروك، ولا كاين هنالك فئة تبع في اللي في ما يعبر عنه الإعلام الرسمي وهو مقاطعة المغرب، حتى وإن كان جار العديد من الإعلاميين قالوا باللي كل فوزهم فوز حظ لا غير، هل حسيت باللي الشارع الجزائري كان يشجع قلب ورب كما نقولوا في الجزائر المنتخب المغربي؟ لا 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 لا، كلمة حق أقولها، أن الشعب الجزائر شعب واعي، الشعب اللي دار ثورة باش ينحي العصابة يعرف يميز بين واش يكون مليح واش يكون ماشي مليح. انت اليوم ما تقدرش تقول له ما تنصرش المغرب لانه وحده، هو يقول لك انا نصر المغرب لانه دا شعب شقيق، انا نصر الفريق المغربي لانه جيران، انا السياسه ما تعنينيش، انا رياضيا قلب ورب مع فريق المغربي. وشفنا هنا يعني في جميع انحاء الوطن يعني رياضيا الجزائريين كانوا يساندوا الفريق المغربي، رغم الف بعض الاصوات اللاعقه اللي كانت يعني تشوه الفريق المغربي ويتكلموا على السياسه. احنا ما قلناش نتكلموا في السياسه، احنا الشعب الجزائري كان يناصر الفريق المغربي لانه في 2014 الفريق المغربي الفريق الجزائري كان الممثل الوحيد لافريقيا، كان الممثل الوحيد للامازيغ والعرب. الفريق المغربي الشعب المغربي وقف مع الفريق الجزائري، ويعني في البوت للكونكور تاع احسن لاعب في العالم اللي دارته الفيفا، المغرب صوتت لصالح محرز، والجزائر رسمية ثاني صوتت لاجل لصالح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026. اليوم احد اللاعبين الممتازين في صفوف المنتخب الدياكا اعلن عن نهايه مساره الاحترافي، كريم بنزيما، وش تقول في هذه النهايه رغم انه لم يشارك في كاس العالم لكنه فاز بالكره الذهبيه؟ لا فان دون غروند كارير، لا فان دون كارير تاع جوار كي ماركي دو سون تالون الفريق الفرنسي وكذلك ريال مدريد. يعني نقولها صراحة خسارة كبيرة للفريق الفرنسي، لما نعرف المستوى الرائع اللي يقدمه المهاجم كريم بنزيما. أظن أنه هذا القرار خذاه في لحظة غضب، الأخ غاني خذاه في لحظة غضب، لأنه كان هناك يعني اتفاق بين ديشان ورئيس الفيدرالية الفرنسية لكرة القدم من أجل عودة بنزيما إلى بداية من نصف النهائي، لكن خانوا العهد، وهو يعني في لقطة غضب قرر ما يشاركش فرحة الفرنسيين للوصول إلى نهائي كأس العالم. وبعد خسارة مستقبل كريم بنزيما مع منتخب الدياكا مرهون باسم الناخب الوطني المقبل لفرنسا، ماشي قرار نهائي. مصطفى، سؤالي الأخير، الكثير من الشباب الجزائري يتمنى أن ينزل رئيسه إلى الملعب ويحضنه ويواسيه عندما تكون هنالك الخسارة المريرة. عندما تشوف البريزيدون تاع فرنسا يحتضن مبابي وتشوف شيوخ الذين يحكمون كل او جل الدول العربيه والشعوب العربيه الشابه، لا نفكر في تغيير هذا المنهج ونخليه شباب هما اللي يسيروا بلداننا باش نغدروا ونواسيوا بعضنا وننتصر كما انتصرت قطر في احتضان هذه النسخه التاريخيه؟ والله شوف نقول لك، احنا هذيك الصوره يعني صوره رائعه، صوره يعني شفنا في غرف الملابس تاع الفريق الفرنسي رئيس
يتكلم مع اللاعبين كأنه مواطن، كأنه مناصر فقط للفريق الفرنسي، ما كانش يتكلم بصفة رئيس الجمهورية الفرنسية. يعني خطاب نتاعه كان خطاب رئيس لازم، كان لازم عليه يهني الفريق الفرنسي بوصوله الى الفريق الى النهائي، وكان يواسيه من جهه اخرى بعد الاخفاق، وقال لهم راني معاكم نحس واش راكم تحسوا. حنا نقول لك حاجه، المسؤولين تاعنا نطلب منهم حاجه برك الاخ عبد الغني، ما يسيسوناش برك كره القدم، معليش ما يدخلوش للملاعب، ما يدخلوش الفرق الغرف تبديل الملاعب، يخليوا برك الرياضه للرياضيين وما يسيسوهاش. هذا ما كان. شكرا مصطفى معزوزي، شكرا للاستاذ وسيم بن عوره مدير جريده اصداء الملاعب، شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن الاصغاء والمتابعه. الف مبروك للمنتخب المغربي على هذا التألق، انتصارات اخرى في كأس افريقيا بحول الله تعالى، والف مبروك وبرافو لقطر على هذا التنظيم التاريخي. ابقوا على خير، في امان الله، نتلاقوا في بعضكم.